مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة اكادير، وفي نقاش صباحي اخر معكم اخواني الكرام. فموضوع اليوم هو مع انطلاق اولى امتحانات البكالوريوس السنة الاولى التي تم تأجيلها الى هذا الشهر، والتي انطلقت منذ يوم امس الاول من شهر أكتوبر. فإخواني الكرام، تحية صباحية عاطرة لكل المتتبعين. فبالرجوع للموضوع ديالنا، شنو أهم الذكريات وأهم الطرائف اللي كتربطكم بالبكالوريا وبامتحانات البكالوريا، وكيفاش كتشوفوا هذه الامتحانات في ظل هذه الجائحة اللي هي جائحة فيروس كورونا؟ وكنا كنعرفوا بأن الفيروس يعني خلى انعكاسات وايضا اثر بشكل كبير على هذه الامتحانات، حتى خلى يعني الوزاره الوصيه تؤجلها الى هذا الشهر بعد ما كانت غادي تجرى في خلال الصيف الفارط، اي بدايه من شهر يوليوز. إلا أنه اليوم الله انطلقت هذه الامتحانات، فكنتمنى من الله تعالى وبركته النجاح لكل المترشحين والمترشحات، وكنتمنى أيضا أن هذا الاستحقاق الوطني يجوز أحسن الظروف وأحسن يعني الأحوال. فنقاشنا الصباحي إخواني الكرام، كيفاش كتشوفوا يعني هذه الامتحانات، وشنو الرأي ديالكم في الأجواء اللي كتدوز في هذه الامتحانات، وأيضا الانطباع ديالكم والذكريات ديالكم مع امتحانات البكالوريا، خاصة الجيل يعني جيل الثمانينات جيل السبعينات. أيضا ربما الامتحانات كانت بطبع خاص، كانت بلمسة خاصة، إلا أنه اليوم ربما كل شيء تغير، خاصة مع هذا التعليم عن بعد ربما لها أيضا نكهة مخالفة عما تعود عليه الأجيال السابقة. هذا هو نقاشنا إخواني الكرام، كنتمنى أنكم تشاركوا معنا بالتعليقات ديالكم بالآراء ديالكم بخصوص هذا الموضوع ديال هذا الصباح اللي هو الامتحانات ديال البكالوريا. كيفاش كتشوفوا هذه الامتحانات، ايضا الذكريات ديالكم معها، خاصه يعني وان يعني في خضم هذه الازمه خلات يعني مجموعه من الامور تغير، خاصه البروتوكول المتبع من اجل الاجتياز ديال هذه الامتحانات. اخواني الكرام، فمرحبا بتعليقاتكم، مرحبا ايضا بالاراء ديالكم بخصوص الموضوع. فكنتمنى من الله ان كل شيء يعني يجوز بخير وعلى خير ان شاء الله، النجاح لكل المترشحين والمترشحات على سواء، خاصه الناس اللي كيجتازوا لاول يعني لاول مرة هذه الامتحانات. إخواني الكرام، بالتوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات الذين بدأوا في الاجتياز ديال هذه الامتحانات منذ يوم أمس الخميس، وستستمر إلى غاية بعد يعني غد السبت إن شاء الله آخر يوم. وكنتمنى أن الكل إن شاء الله يكون النجاح الحليف ديالو يا رب. الناس عندهم يعني ذكريات خاصة مع البكالوريا، كانت يعني بكالوريا في ايام زمان، يعني اللي كانت عنده البكالوريا فكان يتم يعني الاحتفاء به وسط الأسرة، وايضا ربما كتكون عنده واحد المكانة مرموقة ايضا في المجتمع، الا ان ربما اليوم هذا الجيل يعني حتى البكالوريا فقدت تلك يعني القيمة الرمزية ديالها نوعا ما، وخاصة مع هذا الجيل. خربوش لمية، تحياتي لك أختي الكريمة المتتبعة الوفية، نحييك عاليا، شكرا على المواكبة ديالك، شكرا دائما على التفاعل ديالك معنا من خلال اللايفات المباشرة، ونتمنى لك يوم سعيد يا رب.
فما زلنا إخواني الكرام ننتظر التفاعل ديالكم، ننتظر الآراء ديالكم بخصوص هذا الموضوع. أشنو أهم الذكريات اللي كتربطكم بامتحانات البكالوريا، وأيضا كيفاش دوزتوا نتوما يعني خاصة أجيال سابقة هذه الامتحانات في الأيام العادية بعدما لم يكن هناك أي فيروس ولا أي وباء؟ كيفاش كانت الامتحانات في الحقبة اللي أو الفترة اللي دوزتوا فيها؟ وشنو اللي تغير اليوم؟ وأيضا أشنو رسالتكم يعني لهذا الجيل؟ بطبيعة الحال إخواني الكرام هذا الشيء اللي كنتمناه باش أنكم تشاركوا معنا من خلال هذا النقاش الصباحي، وأيضا قلنا كيفاش كتشوفوا الامتحانات في زمن كورونا. فأحلى صباح وأحلى تحية لكل المتتبعين الذين التحقوا بنا الآن من خلال هذه الدردشة الصباحية. ونقاشنا الصباحي إخواني الكرام هو اليوم الأول أو اليوم الثاني عفوا من امتحان السنة الأولى من البكالوريا، وشنو يعني الذكريات اللي ربما كتربطكم بهاد الامتحانات اللي هي البكالوريا بجميع الأصناف ديالها سواء السنة الأولى أو السنة الثانية، وأيضا شنو ربما الطرائف اللي تكون يعني وقعت لكم خلال المسار الدراسي ديالكم، وكيفاش أيضا كتشوفوا امتحانات البكالوريا في زمن كورونا؟ أشنو اللي تغير؟ وأشنو هي رسالتكم المترشحين الذين يجتازون هذه الامتحانات ربما تحت تغييرات وضغوطات خاصة اللي هي مرتبطة بفيروس كورونا والوباء، والشيء اللي خلى أن الدراسة ربما أنها انقطع عن الفصول الدراسية وتتحول إلى وسائل تكنولوجيا ويتم التعليم عن بعد، وربما أيضا الشيء اضطرب بشكل كبير على المستوى والمردود ديال التلاميذ. وكنتمنى أن هذه الانعكاسات ما تنعكسش بطبيعة الحال سلبا على نتائج ديال هذه الامتحانات اللي انطلقت منذ يوم أمس وتستمر إلى غاية يوم غد السبت بإذن الله تعالى وبركاته. فإخواني الكرام ربما كل واحد فيكم عنده قصة، كل واحد فيكم عنده ذكرى مع هذه الامتحانات ديال البكالوريا. كنتمنى أنكم تشاركوها معنا، وأيضا لتعم الإفادة والفائدة بطبيعة الحال إخواني الكرام. فتحية لكل الناس اللي كيتابعوا معنا هذا المباشر، وأيضا كنتمنى التوفيق والنجاح لكل المترشحين والمترشحات على حد سواء يا رب. فبالتوفيق لكل المترشحين والمترشحات يا رب، وإن شاء الله ربي يوفقهم وينالوا هذه الشهادة إن شاء الله، ويكون يعني نجاح بامتياز وبدرجة مشرفة بإذن الله تعالى وبركته. فقط شوية التركيز، فقط شوية المختبرة، إن شاء الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير، وإن شاء الله تبقى فقط هذه أيضا من أهم الذكريات اللي ربما هذا الجيل غادي يبقى محتفظ بها طول الحياة ديالو، غادي يبقى يعودها للأجيال القادمة. فالناس يعني في هذا زمن كورونا لهم أيضا هم الآخرين ذكريات رغم الحزن ديالها، ورغم أنها تبقى ذكريات ذات طابع سلبي إلا أنها عندها إيجابيتها، عندها خصوصيتها اللي غادي تخلي واحدة طعم خاص حينما
تكون النتيجة إن شاء الله. هذا الشيء اللي كنت منه بطبيعة الحال إخواني الكرام. شكرا الأخت خربوش لمياء، تحياتي لك أختي الكريمة. فلازلنا مواصلين معكم من خلال هذه الدردشة الصباحية، فنتسناو يعني الآراء ديالكم وأيضا الارتسامات ديالكم بخصوص هذا الموضوع اللي هو ذكريات البكالوريا والطرائف اللي كتربطكم بهذا الاستحقاق الوطني اللي هو استحقاق نيل شهادة البكالوريا سواء السنة الأولى أو السنة الثانية. فالناس كانوا أيام زمان يعني كيكون التلميذ اللي غادي يجتاز الامتحانات عنده معاملة خاصة داخل البيت، أيضا ربما حتى الظروف يعني كاين أسر اللي كتوفر ظروف خاصة لهذا التلميذ، وهذا الشيء صراحة يعني خلى أن النتائج تكون يعني جد مشرفة وإيجابية، خاصة حينما يجد التلميذ أو المترشح الجو المناسب من أجل الاجتياز ديال هذه الامتحانات وأيضا من أجل الإعداد بشكل سليم وبشكل جيد. فهذا الشيء اللي كنصحوا به دائما أسر باش أنهم يراعيوا النفسية ديال التلميذ والنفسية ديال التلميذة اللي كتكون مقبلة على الامتحانات، ويكون واحد دعم نفسي واحد سند من طرف الأبوين، لأن هذه هي المهمة ديالهم في هذه الظرفية حتى لا تؤثر يعني تلك الضغوط النفسية على المردود ديالها وعلى النتائج ديالها. فهذا يبقى مجرد امتحان وكغيره من الامتحانات بطبيعة الحال، فالنتيجة إن شاء الله كنتمناها أنها تكون سارة. الله يفرح كل تلميذ وتلميذة في هذه الامتحانات باش أنه إن شاء الله يكون النجاح حليفي. فتحياتي لكم إخواني الكرام، وكنتمنى لكم يوم سعيد بإذن الله تعالى وبركاته، وأنتم برعاية الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله تعالى وبركاته. فأحلى التحايا وأزكى التحايا نبعثها لكم من هنا من قلب العاصمة السوسية مدينة أكادير، إلى الملتقى.